سمعناك تتكلم كعادتك. ليس عندي ما أقوله. ما عهدناك هكذا؟ وهل عهدت حالا كهذا الحال؟ أصح ما يقال فينا أننا نعلم ما لا نريد، أما محمد فيبادر ثم يتركنا حائرين نختصم في الرأي. نعرف أننا لا نريد دين محمد، ولكننا نجهل كيف نصنع. زدنا في اضطهاد قومنا فزاد عددهم، وصمد ضعيفهم، وخار قوينا. نمنعهم من الهجرة إلى أرض الحبشة، كيف وليس أحب إلينا من فراقهم لا نمنعهم؟ إذن تعطف عليهم العرب وتعيرنا بهم، نرجو أن يهلكوا في أرض الحبشة. إذن يقول الناس: فرطوا بأفلاذ أكبادهم وتركوهم يقتلون في دار مضيعة وهوان. نرجو أن يحسن إليهم النجاشي. إذن قالت العرب: أفزعوا أبناءهم وأمنهم الغريب، ولعمري لأن أمنوا هناك فقد خرجوا بدينهم إلى الأمان. يدعون إليه حتى يعم ذكره العرب وغير العرب. وكان قبل هذا في قريش، في هذه القرية بين هذين الأخشبين. اللاتي ما بعثهم محمد إلا لهذا، أصبت يا عمر. فإن أمنوا هناك وزادوا كانوا لدعوته ذخرا محفوظا، وإن ناجزناه هنا أو ناجزه العرب فأصبنا من أصحابه، سلم مهاجرة الحبشة فكانوا له درءا ومضت بهم دعوته. كما يدخر قائد الجيش الحصيفي جزءا من جيشه يحتاط بهم من خلفه حتى إذا أرهقه العدو من الأمام دعا أولئك وهم في عافية. هو ذاك. أرأيتم الآن كيف ينظر محمد إلى البعيد ويدبر وفاقه، وينظر قومنا إلى ما بين أقدامهم ثم لا يحيرون رأيا. ما أدري ما تقولون، كل هذا في هجرة هؤلاء، وما علمنا أنهم يهاجرون إلا فرارا من الأذى. فوالتي ما زدتم على أن عظمتم رأي محمد وصغرتم رأي آبائكم. نصف النصر أن تعرف خصمك أحسن مما تعرف نفسك.